السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى من كل قلبي أن الفيديو اليوم يطلع لكم وانتم ما ناقصكم تشي خير، يطلع لكم إن شاء الله بدك شي اللي كتمنوا يا ربي يا كريم. أهلا بالناس العزيزة الغالية على قلبي، اليوم غنتقاسم معكم واحد الحيل لأول مرة غادي نديرهم في القناة. زوينين زوينين زوينين، حيل اليوم عمري دوزتهم معكم لأول مرة، بغيتكم تشوفوهم وبحرارة وقولوا لي شكون في الحيلة اللي عجبتكم أكثر. ما نطولش عليكم أكثر، وياريت أنا اللي عجبني أكثر هو أنكم ما تحرمونيش من لايكاتكم كتشجيعا منكم. دوبلوا لي التعاليق، الله يعمل ما تحطوا لي نقيطة، قليب، ايموجي، كي اللي كان اللي كان اللي كان اللي جا منكم سمن عسل. غير ما تنساونيش رجاء، الله يحفظكم ويطول ربي عمركم، ونمشيو ان شاء الله نتعرفوا على محتوى الفيديو. ونبداو في اول فكره وحيله اللي غنتقاسمها معكم اليوم، وهو فيما يخص عندك لافابو ديال التواليت او لا ديال الدوش او لا في الحوض الكوزينه. مهم اي بلاصه بلاعه او لا قادوس او لا مجرى، كل واحد وشنو كيسميها، كتعطيك الريحه. هاد الحيله اللي غنعطيك سواء عطاتك الريحه او لا ما كتعطيكش الريحه، خاصك كل مره في الاسبوع ديري هاد القضيه. انا قلت لكم سواء كانت الريحه سواء ما كانتش نديروها، ماشي حتى نبقاو ديما غافلين على هاد البلايص هادو حتى تكون عندي الريحه عاد كنبقى نوض ونقول اشنو ندير شنو ندير. عندك كاس ديال جافيل، ها هو الروح، يعني جافيل ماشي اللي مخلط بالماء، يعني مركز، كتشديه هكا وتكبيه هنايا ياك، وتخليه في الليل. هاد القضيه ديريها في الليل غادي تمشي تنعسي، صافي ما باقيش غادي تحل الروبيني وينزل الماء هنايا. خلي جافيل هو اللي غيبقى هنا، منه كيحيد الريحه ومنه كيذوب كاع دوك الرواسب اللي تيكونوا هنايا لداخل. هذا كلشي كيمشي فحالو وكيزول حتى الريحه كتزول. اذا هذا الحل ديروه، انا كنرجع كنأكد سواء كانت الريحه سواء ما كانتش، ديروه في كلتا الحالتين، مره في الاسبوع ولا مره في هكا 15 يوم. ندور على البلايص لافابوات اللي في الدار كاملين وفي الحوض الكوزينه ونكب داك الكويس. ونمشيو دابا للفكره المواليه. هنا البنات جيت معكم للزربيه. الا كانت عندكم شي طبعه، دابا كتعرفوا بان الحال بارد، كيكون صعيب اننا ناخذ الزربيه ونصبنوها، ما كاينش في تنشف، ما كايناش الشميشه، ما كيكونش تصبين الزرابي في وقت الشتاء. طبعات لك شي طبعه بهكا بحكم الوليدات، اولا مثلا دفقوا عليها العصير قهوه ولا اتاي حليب، عفطوا شي عفطه في شي طبعه اللي ماشي هي هذيك، المهم توسخت لك. شنو غادي ديري؟ كتاخدي غير السائل اللي كتغسلي به المواعن ياك، غير هو كتجي فوق مثلا الطبعه بحال دابا مثلا دفقه لك القهوه هنا ولا اتاي، كديري بحال هكا، كتاخدي شي شيته اللي مستغنى عليها وتبقاي تفركي لي ديك البلاصه هاك، غير هكا غير هويه والسائل، فركيها هكا كما كتشوفي مزيان مزيان حتى كتزول ديك الطبعه. من بعد كتاخدي ليا شي منيديل هكا اللي كيكون فازق ومعصر، فهمتوا؟ ماشي ناشف، فازق ولكن معصر، وكتجي لهنا وتبقاي تفردي بحال هكا، غير باش كنحيدو ديك الكميه ديال السائل اللي كانت عندنا هنايا. صافي غتبقاي غير تحكي هكا هكا. بغيتي تعاودي تشلي المنديل وتعصريه من كدا وجديد وترجعي ثاني تحكي بحال هكا، راه الطبعه كتزول وكتنقى وما كيبقى فيها حتى حاجه. وديك الساعه اللي بغيتي تخلي السرجم محلول باش كيدخلها الغربي وكتنشف، بغيتي تهزيها كاع للبالكون ولا شي بلاصه اللي قريبه لك تنشريها، ماشي مشكل. المهم هو اننا كننظفوا البلاصه وبلا ما نحتاجوا اننا نفزقوا الزربيه كامله، لان ماشي وقتها هو هذا. ايوا هادشي اللي كاين، ونمشيو ان شاء الله بحول الله للتدبيره المواليه. وهنا يا بنات جيت معكم الفكره ديال الناس اللي كيكون عندهم هذا المشكل الكبير في وقت البرد، والناس اللي ما كتخلي ما دير ودائما رجليها كتبقى بارده، كتبرد عليها لدرجه انك ولو تكوني لابسه التقاشر وتكوني لابسه مثلا صباطك ولا سبرديلتك كتقولي رانا صباع رجلي ما كنحسش بهم يابسين، كتحسي في رجلك في الصباط بانهم باردين ومثلجين. هاد الفكره اللي غنعطيها لكم زوينه، حتى مثلا غتفيدكم بحال دابا السيدات اللي كيكونوا خدامات يعني موظفات اولا، المهم كيخرجوا خارج البيت اولا للزوج ديالك اولا العفطه باش تكون مريحه وما يضركش قدامك ما يضركش رجليك بصفه عامه، وفي نفس الوقت قلت لكم تسخن لكم رجليكم، يعني حجره غنضربوا بها عصفورين، وهو البنات الفوطه الصحيه اللي كتكون حنا ديالنا ديال السيدات. غادي تشديها غادي تحليها، يعني تزولي ليها هاد اللصقه هذه اللي كتكون في الظهر هذه، ها هي هذه
غتزوليها بحيث يبقى عندنا هذا اللي كيتلصق. غادي نحيدوه كامل ونحاولوا ندخلوها هنا، نفرشوه على هاد السميله اللي هنايا، يعني نحطوه على الطول ديال السبرديله. علاش؟ العفطه ديالها كتكون رطيبه ما يضركش قدامك، وفي نفس الوقت كتسخن لك رجليك، وفي نفس الوقت كذلك كتشرب الرطوبه او لا داك التعرق بالنسبه للناس اللي رجليهم كتفزق عليهم، ولو انهم يكونوا مثلا لابسين سبرديله او تقاشر كتحس برجليهم راهم فازقين، لدرجه ان التقاشر ديالهم ملي كيزولهم كيزولهم فازقين، كيكون عنده درجه تعرق كبيره في رجليه. ها هادو ثلاثه الحاجات ولا اكثر اللي غادي تفيدكم، يعني العفطه ما تبقاش قدامكم يضركم، كتعفطوا على شي حاجه اللي رطبه بدل السميله قاصحه، في نفس الوقت قلت لكم كتشرب التعرق، وفي نفس الوقت كتخلي رجليك دافيين وسخيخين. كنتمنى ان هذه الفكره تعجبكم، واذا عجبتكم يا ريت يا ريت نرجع نذكر خوتي بلايكاتكم، ما تنساوش ليا رجاء، كما كنبغي لكم ديما الحاجه اللي فيها الخير، وكنقرب لكم المعلومات حتى عندكم، رجاء يكون منكم نتوما غير هذاك اللايك هو اللي كنطلب، انا ما كنطلب حتى شي حاجه البنات، غير اللايك كتشجيعا منكم فقط. شكرا لكم لهلا خطيكم، نمشيو ان شاء الله لاخر فكره واللي زوينه 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 نفسك غادي تعجب كاع السيد. دابا البنات جيت معكم لهاد الحيله هادي اللي غتعجبكم بزاف بزاف. غادي ديروها اما مثلا في الصيف اللي كنكونوا صبنا الكواش وطويناهم وغادي نلموهم ونبغيو نديرو فيهم شي ريحه اللي تكون زوينه وتبقى فيهم طيله الصيف، اولا مثلا نديروهم حاليا في هاد الوقت اللي كنحتاجوهم ديال البرد، نديروهم اللي نكونوا هكا كنوضو الصباح كنطويوهم، لربما جا مثلا عندك شي ضايف او شي حد عزيز وغالي وكتعطيه كويشات وكتبغي انه في الليل يشم فيهم واحد الريحه اللي كتكون زوينه. عندك اما كتاخدي ورق المطبخ بحال دابا مثلا هكا، ولا خدي كلينكس اللي بغيتي بحال هكا ياك، ولا الا بغيتي خدي كلينكس تلقيته هو فردي، وخدي اي بارفان كتعجبك، اي معطر تعجبك، اي ريحه زوينه كتعجبك، لكن مطلق الحريه اختاري اللي حبيتي ياك. كتشديها وكديري هكا كيف ما كتشوفوا معايا كلها، ونجي هكا ونجي هنايا لوسط الكواش يعني ما بين كاشه وكاشه، ونحطها هنايا، نصوب ورقه اخرى ديال المطبخ اولا كلينكس كما قلت لكم، نرشو كذلك ونجي ما بين الكاشه والكاشه الثانيه ثاني، وندير هنا وهكذا على حسب شحال من كاشه وكاشه ديري وسطهم شحال ما بغيتي تعمري، بهكذا كيبقاو الكويشات شادين واحد الريحه اللي زوينه فين ما كتجي تغطي بهم تتفرديهم في اللي تغطي بهم او اللي تغطى بهم الضيف اولا كتخرج منهم ريحه اللي كتكون غزاله وزوينه. هاد القضيه هادي غادي تنفع الناس اللي عندهم المشكل ديال الغموله، واللي دائما واخا مساكن كيصبنوا الكواش واخا ما كيخليو ما يديروا، ملي كيخشيو في الماريو كتولي فيهم ديك الريحه اللي كتكون ساكنه في الماريو كتلصق، ريحه الغمال تتلصق في الكواش ولو تكون مصبناهم. هاد القضيه زوينه وغادي تفيدك بزاف بزاف، ديرهم حتى مثلا في الفوطات هكا اللي كتبغي مثلا يجي عندك شي ضيف كتبغي تعطيه فوطه بدل ما يشم فيها ريحه الغمال يشم فيها ريحه زوينه. كنتمنى هاد الفكره انها تعجبكم، ونرجع دائما نقول لكم الله يريحني ويريحكم بريحه الجنه ان شاء الله. وبهكذا خوتي خواتاتي والاميمات العزيزات الغاليه اللي فوق راسي من الفوق يكون الفيديو ديالنا سهله، اللي كنتمنى انه يكون عجبكم ورقكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. يا ربي يا ربي ما تبخلوش عليا كتشجيعا منكم لبنتكم والاختكم اللي محتاجه الدعم ديالكم، محتاجه اللايكات ديالكم، محتاجه بالمعنى الحقيقي التشجيع ديالكم، هذا هو اللي كنطلب غير التشجيع منكم البنات. لهلا يخطيكم عليا، الله يحفظكم ويطول ربي عمركم. هنا الفيديو ديالنا غادي يسالي ومع الف سلامه.